فعلا مبروك 3 نقاط اللي احنا كنا محتاجينهم. احنا كده كده النادي الاهلي يعني ده يعني شخصيته في الماتشات المهمه قوي والحاسمه هو الاهلي بيظهر بقى. النهارده تفوق غير طبيعي في الـ في الـ في الست لاعبين او السبعه لاعبين اللي لعبوا او 8 2 ليبرو برضو. الناس اللي نزلت كان حسام يوسف واحمد قطب كنا خسرانين ونزلوا عدلوا، كان 16 14 الزمالك في الشوط الثالث، نزلوا الاثنين دولت اللي خرجوا كان 17 17 فكانت تغييره موفقه جدا، هو اللي عدد الكفه النادي الاهلي يعني ان شاء الله الحمد لله.